أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز مجالسة أهل البدع الداعين إليها؟ لا تجوز مجالسة أهل البدع، لأنها تؤثر في الجليس. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز الجلوس مع القوم الظالمين، والمبتدعة من الظالمين، بل هم أشد الظالمين، فلا يجوز مجالستهم ومصاحبتهم، لأنهم يؤثرون على مجالسهم ومصاحبهم.